النهارده نشوف مين معانا من اللاعبين في الاهلي والزمالك المتواجدين في احصائياتنا النهارده. هنبتديها طبعا مع لاعب النادي الاهلي مجدي أفشل اللي شارك في 9 مباريات مع النادي الاهلي واحرز من الاهداف هدفين، كان عنده اسيست او صناعه هدف الاهداف لثلاثه اهداف، عنده استخلاص للكوره بنسبه 46%، لم ينال من الكروت سواء الانذارات او الطرد ايا من الكروت، وعنده تمريرات طويله بنسبه 69%، وهو في حته اصلا مركز 10 ده بيبقى عايز التمريرات القصيره قوي اللي نسبتها 93%. نروح على الجانب الاخر مع اوباما نجم نادي الزمالك اللي شارك هو الاخر في 9 مباريات، لم يحالفه الحظ في التهديف، في صناعه الاهداف كان ليه نصيب في 2 اسيست، واستخلاص الكره بنسبه 41%، الانذارات والطرد لا شيء، تمريرات كرات طويله بنسبه 50% وتمريرات قصيره بنسبه 84%. النجم اللي بنتمنى له السلامه ان شاء الله ويكون مسحته القادمه تكون سلبيه ان شاء الله، مين ما بيحبش ابو سليم وليد سليمان اللي ان شاء الله يبقى متواجد ومتعافي ومسحته تكون سلبيه. وليد سليمان البديل اللي ولا اروع كده ولا من كده في النادي الاهلي، شارك في 8 مباريات احرز 3 اهداف، صناعه الاهداف ما عندوش صناعه اهداف، استخلاص الكره 18 مره، انذارات 1، الطرد لا شيء، تمريرات طويلة 83%، تمريرات قصيرة 82%. روح لأونجم اللاعب المحترف في نادي الزمالك، 7 مباريات شارك فيها أحرز هدف، ساعد أسيست بهدف، استخلاص الكرة 19 مرة، لم يحصل على أي من الكروت الصفراء أو الحمراء، تمريرات طويلة 50%، تمريرات قصيرة ب 82%. وجبة كده لو جمعتوها دايما معانا في حلقاتنا هيبقى عندك تقييم لكل مراية كده لكل اللاعبين وماشية كده بأرقام، وهو ده اللي بيبقى موجود كنوع من أنواع التحليل لكل فريق لما يبقى مديرين فنيين عايزين يقابلوا الفريق المنافس ده، بيحاول كده الداتا اللي يجمعها بيبقى من خلال التحليل ده عشان يقدر يوضع خطته تجاه هذا الفريق.